في الوقت اللي كانت أنظار العالم متجهة إلى الصفقة الأمريكية الإيرانية لتبادل السجناء وكانت على قمة ترند السياسي اليوم، سرق رونالدو ورفاقه في فريق النصر السعودي الأضواء واحتلوا الترند. اليوم وصل فريق النصر إلى طهران لأول مرة بعد 6 سنوات للعب ضد فريق بيرسيبوليس، وبوصول الفريق إلى المدينة كان الاستقبال أسطوري. بدأت جموع الجماهير تحيط بأوتوبيس النصر وطردته حتى الفندق، وطبعاً كل ده بسبب رونالدو. ما تفرقه السياسة تجمعه الرياضة. السوشيال ميديا ضجت بالفيديوهات والصور عن وصول الفريق وتجمع المشجعين، وطبعاً ده كان الحال على السوشيال ميديا وعلى كل حاجة ليها علاقة بفريق النصر. مثلا على موقع اكس في حساب باسم فيروس او احمد بيقول: شاء من شاء وابى من ابى، شعبية العالمي لا مثيل لها، النصر شعبيته كبيرة جدا في كل مكان وخصوصا مع وجود رونالدو كمان. عبد العزيز بيقول: يعني هو هنا عبد العزيز حاول يعملها تغليف سياسي شوية، هم العظماء ازاحوا السواد عن طهران لتتوشح بلون الفرح لون النصر. كمان في نواف كان كاتب وبيقول: لا لو ما افهم كورة وغير متابع كان توقعت ان الصور في السعودية، فريق كبير وبيستقبل بطريقة كبيرة جداً في كل مكان.